وبالنسبة لأسلحة المدفعية، يقوم المصنع بإنتاج عائلة متكاملة من خواذف وصواريخ الضرب المساحي ذات عيار 122 ملم والمزودة بمجموعة من الرؤوس الحربية متنوعة المهام كالرؤوس شديدة الانفجار أو رؤوس حاملة للمقذوفات الثانوية المزدوجة التأثير التدميري للأفراد أو الدبابات. هذه الصواريخ تتميز بإمكانية إطلاقها من مجموعة القواذف الأرضية والمحمولة على عربات التي يوفرها المصنع، ما بين قواذف فردية أو رباعية أو متعددة الأدلة ذاتية الحركة لتناسب المهام التكتيكية المختلفة في مدى يتراوح بين 10 كيلومترات و45 كيلومترات.